الله يصلحك يا رشاد، الله يصلحك. ما لقيت تجيب لي غير موديل الضفدعة. ليش شو بموديل الضفدعة؟ شوفي قديش حلو وناعم وكربوش. لك ما اختلفنا، بس يعني صار محروق. كيف يعني محروق؟ يعني نص نسوان البناية حاملين منه. شو هالحكي؟ هلأ نص نسوان البناية حاملين ضفادعي؟ اي نعم. ودخلك ان شاء الله ام بدرو حامله ضفدعة كمان؟ اي نعم، حتى ام بدرو حامله موبايل الضفدعة. يعني بتقبلها انت؟ بتقبلها انه انا احمل نفس الموديل اللي حاملته ام بدرو؟ ايش هالشرشعه هي؟ شو بيعرفني، الموديلات كثيره. والله احترته والله حيرني. ليش شو كان بدك موديله انت؟ يعني يا ريتك جبت لي موديل كاظم الساهر، عم يقولوا انه في سيديات اغاني. سوسن لا تجننيني مشان الله. هلا انت بدك موبايل ولا مسجله؟ بعدين كمان موديل كاظم الساهر صار محروق. ليش مين حامل منه؟ ثلاث ارباع الموظفين اللي عنا بالمؤسسه وبالورشه حاملين كاظم الساهر. لا انت روحي شوفي العمال شلون حاملينه بين الرمل والبحص والغبره والعفره. اوف، لهالدرجه تبهدل الموديل؟ واكثر بقت حكي بعبك انه موديل الضفدعه لساته محافظ على هيبته. يعني صحيح وصل لايدين ام بدرو، بس ماشي الحال، قبل احسن من غيره. على كل حال حبيبي يسلموا ايديك. خلاص فضلت، يسلموا. لا ولو، انت بتعرفي قديش بعزك وما بقدر ارفض لك طلب. طبعا حبيبي. ليش كم سوسن عندك انت؟ كلها سوسن وحده يا ستي وزياده. صحيح ام السوس، بدك تنتبهي منيح وتديري بالك، ها، وما تستعملي غير للضروري الضروري. يعني ما في داعي تقضي سيار وقصص على الموبايل، استعمليه بشكل عادي جدا، لانه بيني وبينك فواتير الموبايل عم تجي قاتوليه. على عيني. في شي توجيهات تانية؟ لا ابدا ولو، بس يكون بعلمك هذا مو ضد المي، يعني اوعك تفكري تشكي فيه بالمسبح. لا تشكي. شو؟ لا يا عمرن، لحقتي تعطي الرقم؟ لكن شو؟ وزعته على كل رفقاتي، لك تقبل قلبي الرنم احلاها. الو؟ اهلين لما. الله يبارك فيك يا رب. هي انت اول وحده بتدشني. لا والله ما جاب لي موديل كاظم الساهر، جاب لي موديل الضفدعة. ما ماشي حاله. الو؟ الو لما؟ الو؟ قطع الاتصال. اكيد راحت الاشاره، هاتي لشوف. مكتوب مكان طوارئ. شو يعني؟ يعني لا شبكه. رشاد ما عم بفهم عليك. يعني خارج التغطيه. معقوله؟ معقوله ونص، لسه ما شفت شيء. طب شوف انت تليفونك في اشاره؟ بس في اشاره ضعيفه، ها، عم تروح وتجي. جرب دق لي لشوف. هاتوا هاتوا. تسري الطير. حبيبي عم يعطي خارج التغطية. شو استفدنا من هالشغلة لك؟